فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: لا أستطيع حضور الدروس العلمية أحيانا بسبب طلب خالتي الأرملة مني بأن أقوم بخدمتها، علما بأن لها ابن لكنه عاق، علما بأن لها ابنا ولكنه عاق يرفض أن يخدمها. سؤاله: ما حكم تخلفي عن الدرس العلمي أحيانا لهذا العمل وهو خدمة الخالة؟ أنت معذور ومأجور إن شاء الله، وكون ابنها لا يخدمها هذا لا يوجب أنك تترك خدمتها، الأجر يكون لك، يكون هو محروم وعاق لها. نعم.